معنا الأخ محمد من الدنمارك. أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد المحترم والشيخ الفاضل الجليل كانوا طرحوا، لسه كان بيطرح دلوقتي موضوع الربا. أي نعم. والقروض. هل يعني إن الشعب المصري كله عايش في حرام من خلال القروض والربا اللي بلد عايشة فيها، عايمة في القروض والفوائد والربا؟ هذا السؤال ده رقم سؤال رقم واحد. الرقم الثاني نفس الموضوع اللي حضرتك اتكلم فيه دلوقتي، موضوع صلة الرحم. لما تكون صلة الرحم مقطوعة، خدت بال حضرتك، بس مش من طرفك أنت، من الطرف المضاد، من الطرف الثاني، وانت وصلت ان انت بتميلت بتبوس حذائه عشان تكلموا بعض وهو رافض، طب هتعمل ايه اكتر من كده؟ تمام. طيب نسمع اجابه هتعمل ان شاء الله. ايه اخ يعني ايه اللي ممكن كله؟ تمام. وشاكر افضلك واتمنى من الله عز وجل ان وقت البرنامج جديد شويه، ان شاء الله، لان ده من البرامج المفضله للمسلمين المغتربين بره مصر. شكرا. وربنا يكرمكم ويجعله في ميزان حسناتكم. امين يا رب. شكرا جزيلا. مولانا السؤال الاول، هل يعني معظم الناس الان واقعين في الربا للاسف؟ والله يا اخي الكريم، يعني اذا نظرنا الى البنوك الان فنجد للاسف الشديد حتى المعاملات التي يمكن ان تتعامل بها بالحلال هم يفسدونها. طبعا هذا له قصه طويله، لأن نشأة البنوك أساسا نشأت من أجل الائتمان، من أجل الإقراض والاقتراض فقط، وإن كانت تقوم بأعمال أخرى فهي الأعمال هذه على الهامش ربما تمثل 10% عند بعض البنوك أو 20 أو 30% لا تزيد، والباقي كله فعلا قائم على القرض وقائم على الاقتراض. فنحن لا نستطيع أن نغير البنوك، البنوك هذه نشأت وستقوم بعملها الذي حددها له القانون، ولا يستطيع يعني الذي يعمل في البنك حتى لو كان في منصب كبير مثل مدير البنك أو غيره أن يغير من هذه اللوائح أو القوانين شيء. لكننا نخاطب المسلم أنه يتعامل، طالما أنه في معاملات إسلامية وفي معاملات ربوية، فأنا أختار لنفسي أبعد عن الربا بقدر المستطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 شعبة أو 70 بابا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المؤمن. والعلماء في الماضي ربما لو عددوا الربا ما استطاعوا أن يعدوا 70 أو أقل من 70، لكننا نستطيع أن نعد الآن بعدما دخل الربا في بطاقات الائتمان وفي الشرط الجزائي وفي سوق الأوراق المالية التي تسمى بالبورصة وفي التأمين وفي غير ذلك، وسمي بأسماء مختلفة. فنحن نخاطب المسلمين الآن ونقول لهم ما دامت عندنا بدائل، الحمد لله في بدائل جيدة موجودة حتى لو كانت قليلة خدمتها قليلة، فنبعد عن الربا حتى لا نكون تحت الحرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.